بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ها نحن نواصل مع درس الحساب التكاملي في هذا الفيديو رقم 2. في هذا الفيديو راح نشوف خواص التكامل. أولا الخواص الخطية، عندنا اف وجي دالتان معرفتان ومستمرتان على مجال اي، اي واش تقول الخاصية من أجل كل عددين حقيقيين او بي من اي، يعني ينتميا لهذا المجال اللي راهي مستمرة عليه الدالتين اف وجي. ومن اجل كل عدد حقيقي ك لدينا ماذا؟ لدينا لاحظ تكامل ا لي بي لاف لاكس زائد جي لاكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ لاحظ تكامل تاع اف زائد تكامل تاع جي، اي تكامل تاع اف لاف زائد تكامل لجي. اما الخاصية الثانية، لاحظ كون عندنا هذا العدد الحقيقي ك، اي تكامل ا لب لك اف تفاضل لك اف لاكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ ك خارج، لاحظ انه لف الخارج اي مضروب في تكامل ا لب لاف تفاضل اكس. نحاول ان نحل هذا التمرين محلول رقم واحد، يعني نفهم الحل تاعو. اف و جي دالتان مستمرتان على المجال 1 و3، حيث تكامل ل 1 إلى 3 لاف لاكس تفاضل اكس يساوي 2، وتكامل 1 إلى 3 لجي لاكس تفاضل اكس يساوي -5. مطلوب منا هو حساب تكاملات التالية، يعني تكامل تاع اف لاكس زائد جي لاكس في الالف، وب ب تكامل تاع 5 في اف لاكس، وجيم تكامل تاع 2 اف في اف -3 في جي. نبداو بالاولى، انتبه كاش نخدمو. عندنا نبدأ بالأولى، أي تكامل 1 إلى 3 ل f ل x زائد g ل x تفاضل x واش يساوي؟ يساوي تكامل تاع f ل x، لاحظ أي هذا المكان، أي f ل x تفاضل x زائد، نطبق إلا الخاصية، نطبق خاصية فقط، تكامل 1 إلى 3 ل g اكس تفاضل اكس، ومنه يساوي الاول شحال صبناه؟ صبناه 2 يساوي 2، والثاني واش يساوي؟ يساوي -5، اي زائد -5، اذا -5، ومنه يساوي -3. هذا مكان ب، هاي التكامل، ها 1 إلى 3 اي 5 اف ل 5 اف ل اكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ يساوي 5، اي 5 تخرج برا التكامل وندير تاع تكامل اف ل اكس. هذا المكان، هاي اف ل اكس، هاي تفاضل اكس، اي يساوي 5 مضروب في التكامل تاع اف ل اكس اللي هو 2، ومنه يساوي ماذا؟ يساوي 10. الاخيره هذه هي يعني تكامل اي 1 إلى 3 ل 2 اف 2 اف ل اكس -3 جي ل اكس تفاضل اكس واش يساوي؟ هذيك الاثنان تخرج برا تضرب في التكامل تاع اف ل اكس، هي 3 اف ل اكس تفاضل اكس -3، تخرج برا التكامل -3، هاي تضرب في التكامل تاع جي لي اكس، هاي هاي دي لي اكس، ومنه واش تصبح تساوي؟ تساوي تكامل تاع هذي، يعني 2 مضروبة في التكامل تاع اف اكس، اي مضروبة في 2، ومن بعد -3 مضروبة في التكامل تاع من؟ تاع جي لي اكس اللي هو -5، يعني تولي لنا 4 زائد 15، ومنه تساوي 19.
الآن نشوف خواص الترتيب. قالك أو بعددين حقيقيا من إي حيث أي بمجال إي حيث أقل أو يساوي بي. الخاصية الأولى إذا كان من أجل كل إكس من المجال أ بي، يعني تكون إف لي إكس أكبر أو يساوي الصفر، فإن تكامل أ لي بي لإف لي إكس تفاضل إكس أكبر أو يساوي الصفر، يعني تبع دالة أكبر أو يساوي الصفر. خاصية ثانية، إذا كان من أجل كل إكس من المجال أ بي وكانت اف لي اكس اقل او يساوي جي لي اكس، فان تكامل تاع الاف اقل او يساوي تكامل تاع الداله جي. راح نشوفوا الان مثال على هذا في التمرين المحلول رقم 2. التمرين المحلول هذا يقول لك نعتبر الداله اف المعرفه على ار. ار هنا كان خطا طباعه. ار لماذا؟ لان المقام كاش حاجه اللي تعدم اكس مربع، اي عدد سالب هنا ما يعدمش، يعطينا مقام دائما موجب. في هذا الحال انتبه مليح، هنا المقام موجب دائما. بين انه من اجل كل اكس من المجال صفر واحد اف لي اكس تكون اقل او يساوي الواحد. ثم قالك استنتج ان تكامل تاع هذا الاف لي اكس اقل او يساوي واحد، يعني يتبع كما في الخاصية الاولى اكبر او يساوي يتبع الاف لي اكس تكامل. دونك نشوف احنا عندنا من اجل كل اكس من هذا المجال اللي عطاوها لنا، اي من اجل كل اكس من المجال هذا اللي راهو امامك اي الصفر والواحد. هنا لاحظ انه هذا العبارة اي المقام هذا واحد واحد زائد اكس مربع تكون اكبر او يساوي الواحد. اعطي لها الصفر واحد، يعني ما كاش قيمه لهنا اللي تعدم المقام، دائما القيمه اللي تمدها لهنا سالبه ولا موجبه. ان شاء الله حتى يكون الصفر يكون يعطينا نتيجه اكبر او يساوي الواحد. ومنهم لما هذا لما نديرو اي المقلوب هكا، المقلوب تاع هذا يعني واحد زائد اكس مربع يكون اقل او يساوي ماذا؟ الواحد. يكون اقل او يساوي الواحد. مثلا لو نجي نقول لك مثلا العدد اربعة هو اكبر او يساوي الواحد، بصح لو نقول لك واحد على اربعة هو اقل او يساوي الواحد، هاك شايف؟ يعني اقل او يساوي واحد، يعني اقل صح. اذا اف لي اكس يعني حققنا بينا باللي هنا مادام هذه عبارة اف لي اكس بينا باللي اف لي اكس اقل او يساوي الواحد. ممكن نستنتج باللي تكامل تاع اف لي اكس من صفر الى واحد تفاضل اكس اقل او يساوي الواحد. يعني لاحظ التكامل تاع هذا صح اف لي اكس شكون هي؟ كي ندير التكامل من صفر الى واحد اي دال اي واحد الى واحد زائد اكس مربع هكذا تفاضل اكس اقل او يساوي التكامل تاع واحد. واحد ثاني دالة ثابتة تساوي واحد، فهمت؟ اذا من كيف من صفر الى واحد للدالة التي تساوي واحد تفاضل إكس. لاحظ لهنا بما أن وهنا هنايا انتبه هنا عندنا أ، لماذا؟ لأن أف لما أف لإكس تساوي أ، إذا الدالة الأصلية تاعها أف لإكس تساوي ماذا؟ تساوي أ إكس بلس سي، هذه شفناها في فيديوهات الدول الأصلية. إذا وبما أن عندنا اي تكامل من صفر الى واحد للدالة التي تساوي الصفر اي تفاضل اكس تساوي ماذا؟ تساوي هكذا اي الدالة الاصلية تاعها، اذا هي اكس اي واحد اكس هكذا، هنا واحد وهنا صفر بي وصفر تساوي ماذا؟ تساوي اف لي بي ناقص اف لي ا، اي تساوي اف لي بي اللي هو واحد اف لي ا ناقص الصفر، ومنه تساوي الواحد. تساوي ماذا؟ الواحد. إذن
مدام هذه هذه نعم هذه هكذا صبناها تساوي القيمة تاعها الواحد فإن ماذا نقدر نكتبه فإن تكامل هذا أي من صفر إلى واحد للدالة واحد على عفوا واحد زائد إكس مربع تفاضل إكس أقل أو يساوي الواحد. أنا بينا هذه بلي صحيحة، وكان من قبل كنا بينا هذه. عندنا كذلك من بين الخواص علاقة شال، أي من أجل كل أعداد حقيقية، هذا المرة عندنا ثلث أعداد أ والبي والسي من المجال لدينا، مش لدينا، أي تكامل أ لبي من أ عفوا من أ إلى بي لأف لإكس تفاضل إكس زائد تكامل من بي إلى سي، لاحظ هنا من أ إلى بي وهنا من بي إلى سي لأف لإكس تفاضل إكس يساوي ماذا؟ يساوي لاحظ من أ لسي تكامل من أ لسي، شوف هنا من أ لبي من بي لسي يساوي من أ إلى سي لأف لإكس تفاضل دي تفاضل إكس. نشوفوا المثال على هذا اللي راهو التمرين محلول رقم 3 وراه قال لك اف دالة معرفة عن المجال ناقص واحد واثنان بي، اي اف لإكس يساوي عندنا المجال الاول اكس عندنا الدالة الاولى اكس مربع حيث اكس تكون تنتمي للمجال ناقص واحد لواحد، والثانية 2 اكس ناقص واحد في المجال من اكس لما اكس تكون تنتمي من المجال واحد الى الاثنان. طلبوا منا حساب ماذا؟ حساب تكامل من ناقص واحد الى اثنان لاف لاكس دي لاكس، يعني هنا راح نصيبوا وحنا امام زوج كيما هذا، يعني زوج دوال تاع اف لاكس وحده زايده وحده. لاحظ من مثلا من تكامل نبداو من التكامل من ناقص واحد للواحد يعني من الأ للبي ومن بعد من البي للسي، تشوف من الواحد للاثنان. هذا كيفاش راح يكون؟ يعني نجي ندير هكا مثلا تكامل هكذا، اي من ناقص واحد للاثنان اف لاكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ التكامل الاول هو منين؟ لاحظ المجال هذا اي من ناقص واحد الى الواحد، اي من أ الى البي، من أ الى البي اف دي اكس دي تفاضل اكس زائد بعد التكامل الثاني هو من البي الى السي، يعني من الواحد الى الاثنان اف دي اكس تفاضل اكس يساوي لنا ماذا؟ يساوي ولا نديروها هنا تحت تطلعوا السبورة هكذا، اذا يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا التكامل يساوي اي تكامل هكا باش تكون اي من ناقص واحد الواحد. انا نعوض الدالة اللي هي شكون؟ هي اكس مربع دي تفاضل اكس زائد تكامل من الواحد الى الاثنان 2 اكس ناقص واحد تفاضل اكس، ومنه واش تكون تساوي لنا؟ احنا واش ندير؟ نحسبه تكامل تاع الاولى حيث تكامل تاع اكس مور اي من ناقص واحد الى الواحد لاكس مربع تفاضل اكس يساوي ماذا؟ الدالة الاصلية تاع اكس مربع اي واحد على ثلاثة اكس اس ثلاثة، وهنا البي وهنا الأ، اي من بعد يساوي اف لبي ناقص اف لأ، يعني يساوي ماذا؟ واحد على ثلاثة في واحد أس ثلاثة هكذا ناقص ماذا؟ ناقص واحد على ثلاثة ناقص واحد أس ثلاثة هكذا، ومنه وتصبح لي تصبح لي هنا أي واحد على ثلاثة ناقص ناقص واحد على ثلاثة أي يساوي ماذا؟ أي واحد زائد واحد ومنه يساوي اثنان على
3. هذه نتيجه اللو، يعني تاع التكامل الاول تاع اكس موان. التكامل الثاني، التكامل الثاني يولي ليش كل وحده حسبتها وحدها، اي من الواحد الى الاثنان للداله 2 اكس ناقص 1، اي تفاضل اكس يساوي الداله الاصليه تاع 2 اكس. ها لاحظ كما قلنا نديرو اثنان مضروب في التكامل تاع في الداله الاصليه تاع اكس. الداله الاصليه قلنا هي النصف اكس مربع، اذا الاثنان تروح مع الاثنان تبقى لنا ماذا؟ تبقى لنا اكس مربع. هنا ناقص واحد دونك تولي لنا ناقص اكس، ولا هنا عندك البي، ولا هنا الأ، هنا الأ ومنه يساوي ماذا؟ يساوي اف لبي ناقص اف لأ، اي تولي لنا اثنان مربع ناقص الاثنان هكذا ناقص الواحد مربع ناقص الواحد هكذا. ومنه هذه واش تولينا؟ 4 ناقص 2، اي تولي تساوي الاثنان، وهنا 1 ناقص 1 ناقص الصفر، اي تساوي ماذا؟ الاثنان هكذا. يعني هذه صبناها 2 على 3 وهذه 2، اذا واش تصبح عندي؟ يصبح عندي اي تكامل من واحد من ناقص واحد الى الاثنان للداله اف لاكس تفاضل اكس يساوي اثنان على ثلاثه زائد الاثنان، ومنه بعد ما نوحد المقامات تولي اثنان زائد سته، اي تولي ثمانيه على ثلاثه، وهذه هي النتيجه. يعني شتو كيفاش تبعنا خطوات خطوه بخطوه. اذا ما فهمتش عاود الفيديو، عاود حط الكتاب المدرسي تاعكم، حاطين الحل وشوف الحل اللي درناه يعني مفصل نوعا ما، وشوف خطوه بخطوه ان شاء الله. نكمل بالخاصيتين هذو. عندنا تكامل من ا الى ا، لاحظ من ا الى ا للداله اف لاكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ يساوي الصفر. يعني من ا الى ا يساوي ماذا؟ يساوي الصفر. مثلا لو كان عندنا، لو قلت لك مثلا تكامل من ا الى ا اف لاكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ يساوي الداله الاصليه اي اف لاكس، لاحظ من ا الى ا هكذا تساوي ماذا؟ تساوي اف ل ا ناقص اف ل ا، ومنه اف ل ا ناقص اف ل ا تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. لو جينا للثانية، عندنا تكامل من ا الى ب للدالة اف ل اكس تفاضل اكس يساوي ناقص تكامل من ب الى ا. لا لاحظ هنا من ا الى ب، هنا من ب الى ا ناقص، شوف ناقص ل اف ل اكس تفاضل اكس. نعطي برهان على هذا، شوف معايا مليح. لو جيت وقلت لك مثلا تكامل من ا الى البي للداله، عفوا للداله اف لاكس دي تفاضل اكس زائد تكامل هكذا من بي الى ا للداله اف لاكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ لاحظ لو طبقنا علاقة شأن، يعني واش يصبح؟ يصبح من ا الى ا، اي لاحظ انه يصبح هكذا من ا الى ا ل اف ل اكس تفاضل دي ل اكس، ومن ا الى ا واش صبناه؟ صبناه يساوي الصفر. شوف اذا مادام هذه زائد هذه وصبناه الصفر، اذا هذه راهي العكس تاعها، وحدة فيهم راهي العكس تاع الأخرى. إذا واش يصبح عندنا؟ التكامل من أ إلى ب ل أف ل إكس تفاضل إكس يساوي ماذا؟ ناقص تكامل من ب إلى أ. يعني هذه هاي راح تملي هيك،
ما دام يساوي الصفر تروح بالاكتور، يبقى ناقص ل اف لاكس تفاضل اكس. نحاول الان نحل بعض التمارين. عندنا التمرين رقم 20، اف وجي دالتان عدديتان لمتغير حقيقي اكس، حيث تكامل من الصفر الى الاثنين للدالة اف تفاضل اكس يساوي 3. عطاونا التكامل من الصفر الى الاثنين للدالة جي اكس تفاضل اكس يساوي ناقص 2، وطلبوا منا حساب تكامل من الصفر الى الاثنين للدالة 2 في اف لاكس ناقص 3 جي اكس تفاضل اكس. نبدأ على بركة الله. عندنا لاحظ عندنا اي تكامل من الصفر الى الاثنين لاثنان اثنان اف لاكس ناقص 3 جي لاكس هكذا اي تفاضل اكس يساوي ماذا؟ يساوي اثنان تخرج برا، هذا الاثنان تخرج خارج التكامل، التكامل من الصفر الى الاثنان لاف لاكس تفاضل اكس ناقص 3 كذلك يخرج خارج التكامل. نطبق خواص من الصفر الى الاثنان جي لاكس تفاضل اكس، ومنه وجدوا تساوي الاثنان، هذه وين راهي؟ يا هذه هاي وين راهي؟ تساوي ماذا؟ 3 هاي في 3 ناقص 3 في التفاضل في التكامل التحادي اللي هو ناقص الاثنان، اي في ناقص الاثنان، ومنه نصيبه تساوي 6 زائد 6 اي يساوي 12. هذا مكان هذا التمرين، تحلو في دقيقة مابا. التمرين رقم 21، اف دالة معرفة على المجال صفر الى زائد لا نهاية كما يلي، حيث اف لإكس يساوي اكس زائد 1 زائد 6 على اكس مربع، سي هو المنحنى البياني الممثل لها في معلم. اولا مطلوب منا تمثيل السي على شاشة الآلة الحاسبة البيانية، وكذلك المستقيم دلتا الذي معادلته إجراك يساوي إكس زائد 1. بالنسبة للسؤال الأول، ها هو التمثيل البياني، وها هو بالأزرق أي التمثيل البياني اللي هو راه بالأحمر أي السي هكذا، واللي بالأزرق هي المعادلة المستقيم دلتا اللي هو إجراك، ها هو دلتا. ثانيا قالوا نبين أن الدلتا مستقيم مقارب للمنحنى سي، وأدرس وضعيته بالنسبة إلى سي. الوضعية يعني أهل وراه فوق سي أم تحت، يعني وقتاش يكون المنحنى فوق الدلتا وقتاش يكون تحت الدلتا، أي باش ندرس أي نثبت أن المستقيم أي دلتا مستقيم مقارب للمنحنى سي. يعني السؤال الثاني، لازم دير اف لاكس ناقص الايجريك معادلة المستقيم، ومنه يساوي ماذا؟ اكس زائد 1 زائد 6 على اكس مربع ناقص معادلة المستقيم اللي هي اكس زائد 1، ومنه تصبح لي ناقص اكس ناقص 1، هذه مع هذه راحت، اذا تبقى لنا 6 على اكس مربع. ومن بعد واش ندير؟ ندير النهايات تاعها، اي ندير ليميت اف لاكس ناقص الايكس لما اكس تؤول الى زائد لا نهايه، دير زائد لا نهايه ولا ناقص لا نهايه كيف يساوي ليميت 6 على اكس مربع هكذا لما اكس تؤول الى زائد لا نهاية، ومنه تصبح عندنا ماذا؟ اي تصبح عندنا هنايا 6 على لا نهاية، اي عدد على لا نهاية تعطينا نتيجة صفر، تعطينا نتيجة صفر، وبالتالي
وبالتالي وش نقول؟ دابط مستقيم مقارب، مستقيم مقارب مائل لسي عند نقص لا نهاية وعند زائد لا نهاية. ومن بعد طلبوا منا الوضعية، يعني قال لك ودرس وضعيته بالنسبة إلى سي. ندرسوا الوضعية تاعو، باش ندرسوا الوضعية تاعو لازم نشوف اف لي اكس اشارة اف لي اكس ناقص اكراك واش تعطينا؟ تعطينا 6 على اكس مربع. ولاحظوا باللي هذا العدد اي 6 على اكس مربع مهما اخذت اكس من قيم، يعني من اجل كل قيم اكس من ار من المجال اللي عندنا هنا اي تكون اكبر تماما من الصفر، هي اكبر تماما من الصفر لان الصفر ممنوع، اكبر تماما من الصفر. وعليه كما نلاحظ في الشكل ان اي وعليه المنحنى سي لاحظ يقع فوق دلتا كما رانا نشوفه في الشكل. ها هو لاحظ انه المنحنى سي يقع فوق دلتا باي. ومن بعد السؤال الثالث واش طلبوا منا حساب المساحة مقدرة بوحدة المساحات اللي هي U كما كنا شفنا من قبل UA اي Unity RA، هذيك قلنا من قبل بلي R اي المساحة لحيز المستوي المحدد بـ C اي نحسب التكامل عندنا ودلتا لحيز المستوي المحدد بـ C ودلتا والمستقيمان الذين معادلتهما x يساوي 1 و x يساوي 6 x يساوي 1 و x يساوي 6. شوف مليح واش قال لك السؤال، احسب مساحة الحيز حيز المستوي المحدد ب سي و دلتا سي و دلتا ما قال لك يعني انا واش يدخل فيها هذا الحيز المحدد ب سي و دلتا و x يعني ال a والبي واش هو؟ هو عندنا اي ا المساحة تساوي تقدر تكتب ا تقدر تكتب اس. هو ماذا؟ هو تكامل اي من ال ا اللي هو 1 الى 6 اللي هو البي يعني بين 1 و6 تكامل. وبعد شكون محدد بين بي سي ودلتا يعني اف لاكس ناقص الإجراك هكذا تفاضل إكس. وش يساوي هذا؟ هذا يساوي أن التكامل من 1 إلى 6 وهنا انتبه هذه شكون هذه أف لي إكس ناقص إجراك هي 6 على إكس مربع كما كنا شفنا من قبل هي 6 على إكس مربع تفاضل إكس تفاضل ماذا؟ إكس. الآن نمد الدالة الأصلية تاع هذه يعني هنا هذه هكذا الدالة الأصلية يعني 6 على إكس مربع تساوي ماذا؟ 6 في 1 على إكس مربع هذه راهي من الشكل تاع 1 على إكس أس آن يعني لما إف لإكس تساوي 1 على إكس أس آن ومنه الدالة الأصلية تاعها إف تساوي ماذا؟ تساوي ناقص 1 على ان ناقص 1 هكذا في اكس اس ان ناقص 1 هكذا زائد السي. اذن هنا واش تعطينا؟ تعطينا لاحظ تساوي 6 في ناقص 1 على ان هذه الاكس اكس شعره هي اس 2 ان ناقص 1 تبقى 1 2 ناقص 1 يعني ناقص كذا ومن واش تولي لنا ناقص 6 على اكس ها هي ناقص 6 على اكس اي
يساوي ماذا؟ يساوي لاحظ ناقص هكذا ناقص 6 على إكس، وهنا نديرو 6 وهنا الواحد. ها هي. ومنه اف لي بي ناقص اف لي ا، أي تولي عندنا اف لي بي اللي هي ناقص 6 على 6 ناقص اف لي ا اللي هي ناقص 6 على 1. اه هنا ناقص 6 على 6 واش تعطينا؟ تعطينا ناقص 1 زائد هنا 6، لأن يعني ناقص والناقص زائد 6 تساوي ماذا؟ تساوي لنا 5، تساوي 5. إذن ها هي نتيجة تاعنا، ها هي الـ A المساحة صرنا تساوي 5 بماذا؟ بوحدات كما قلنا UA، ها هي UA مقدرة بوحدة المساحات. التمرين رقم 23 قال أن F دالة معرفة على المجال 0 حتى 4 حيث من أجل كل X من 0 من هذا المجال F X تكون أكبر أو يساوي X مربع وأقل أو يساوي X مربع زائد X، راهي محصورة بين دالتين. عين يعني طلبوا منا تعيين حصرا للتكامل، أي التكامل من 0 إلى 4 ل F X تفاضل X. هنا بما انه يعني من اجل كل اكس من هذا المجال، يعني دائما نبدا هكا بما تعلم جواب، بما انه من اجل كل اكس من المجال اللي هو صفر واربعه. اه عندنا واش عندنا؟ عندنا اف لإكس أقل أو يساوي إكس مربع زائد الإكس وأكبر أو يساوي إكس مربع. إذن فإن واش عندنا؟ راح يكون عندنا أي تكامل من الصفر إلى الأربعة، أي الأ والبي، إكس مربع تفاضل إكس أقل، يعني دير تكامل تحادي، تكامل تحادي والتكامل هذا، يعني هنا نحصر التكامل، يعني في بلاصة هذه ندير تكامل، هذا مكان، ها هو تكامل صفر أربعة من صفر إلى أربعة لـ F لـ X تفاضل X أقل أو يساوي ها هو من صفر لأربعة لمن لـ X مربع زائد الـ X تفاضل اكس. لاحظ في بلاصه هذا درت التكامل تاعهم، اي واش تصبح عندنا؟ اي ديروا تكامل تحادي واش تعطينا؟ تعطينا هكذا، انتبه تعطينا يعني بالنسبه للداله الاصليه لاكس مربع هذه واش هي؟ واحد على ثلاثه، هكذا نقدر نكتب واحد على ثلاثه x أس 3، ولا تكتب x أس 3 على 3 كيف أنا كتبتها كما تفهم. هذا عندنا هنا 4 وعندنا الصفر هكذا، بعد هكذا لاحظ هذا درت لهم الانتجرال تاعهم، انتجرال ها أي تكامل، ومن بعد هنا الدالة الأصلية نكتب الدالة الأصلية، نعاود نكتب هذه باش ما عنديش هنا دالة مانيش عارف شكون هي، ما عندناش دالة أصلية. f x دي x هكذا، دوك ندير الدالة الأصلية تاع x مربع زائد x هكذا، x مربع هي واحد على ثلاثة x أس ثلاثة زائد واحد تاع x نصف x مربع هكذا، وعندنا الربعة وعندنا ماذا؟ الصفر. ومن بعد نجي لهنا نحسب اف لي بي ناقص اف لي ا، تولي لي هذه تولي لي هكذا اف لي بي اي واحد على ثلاثة اربعة اس ثلاثة هكذا ناقص اف لي ا اللي هي واحد على ثلاثة صفر اس ثلاثة هكذا.
لا نعاود نكتب هذه، صفر أربعة اف اكس تفاضل اكس، بعدها كذا اف لي بي كيف كيف ناقص اف لي ا، اف لي بي اي واحد على ثلاثة أربعة أس ثلاثة زائد واحد على اثنان أربعة أس اثنان، هذه اف لي بي ناقص اف لي اي، هي في الحقيقة صفر ما دام الصفر يروحوا للزوج، لكن معليش نكتبهم باش تتعلم كيفاش رانا نديرو. هاي ثلاثة زائد نصف صفر أس اثنان، هاي فوالا، يعني يحب يقول هذه راحت وهذه راحت، هذه كامل صفر صفر صفر، ماشي راحت صفر، هذه صفر وهذه صفر. هنا نعاود نرجع لتحت، هذه واش تولي لي أربعة أس ثلاثة على ثلاثة صفر، يعني تولي لي أربعة أس ثلاثة أي 64، 64 على ثلاثة أقل أو يساوي انتجرال اف اكس تفاضل اكس هكذا. وهنا عندي أربعة أس ثلاثة على ثلاثة أي 64 على ثلاثة زائد، هنا تولي لي 16 على اثنان صافي زائد ثمانية. كي نوحد المقام نجي نوحد، لازم نرجع هذه برك، هنا يسمى المشكل هو راهو لهنا برك، هذا برك مكان لها نظل نواسي، لأن ثمانية في ثلاثة صار 24، 24 نزيدو لها هذه تولي لنا نورمالمون 88 على ثلاثة، يعني هذه إلا نمحي هذه وندير هكا 88 على ثلاثة، هذه هي النتيجة المطلوبة منا، ما هو الحصر. كمل مع التمرين هذا رقم 26، قال لك تمثيل البياني التالي هو لدالة اف معرفة مستمرة على المجال صفر ثلاثة كما يلي. لاحظ التمثيل البياني هذا هو اي من اجل اكس لما اكس تنتمي الى المجال من صفر الى واحد، لاحظ من صفر الى واحد الدالة اي هذا الجزء من صفر واحد ينتمي الى الدالة اكس مكعب، اما من مجال من واحد الى ثلاثة ينتمي الى الدالة، لاحظ دالة تآلفية اكس زائد واحد. طلبوا منا حساب تكامل من صفر الى واحد لاف لاكس تفاضل اكس، ثم حساب تكامل من واحد الى ثلاثة لاف لاكس تفاضل اكس، ثم استنتاج تكامل من صفر الى ثلاثة اي مع الاول من صفر لواحد ومن من واحد لثلاثة، ومن بعد استنتاج من صفر الى ثلاثة يعني للزوج. بالنسبة لهذا المنحنى كاين اللي راهو يقول علاش هذا المنحنى جاي هكذا ورايح هكذا علاش، انا فاهمك، لاحظ هنا شوف مليح لهنا، بالنسبة لدالة مكعب من الصفر الجزء اللي راهو بالاخضر هو تاع الدالة مكعب، وهذا اللي راهو بالازرق هو تاع الدالة تآلفية اكس زائد واحد لانه خط مستقيم صح. بالنسبة للدالة مكعب من المجال من الصفر هنا حتى للواحد اللي هنا، لاحظ اول صفر حتى للواحد، لو جينا وترناها بالاحمر اي في المجال لابارتي هذيك، لاحظ مليح معايا هي بالاحمر، فوالا، وجينا من الواحد الى ثلاثة اكس زائد واحد اللي هو بالازرق، ها هو من الواحد الى ثلاثة حاوش نقصدو بها، يعني هذه جزء من المنحنى، هذا المنحنى مرسوم في ار، اما هنايا بالنسبة لاكس مكعب لاحظ مرسوم الا في المجال بالاحمر من صفر الى واحد، بالنسبة للدالة التألفية اكس زائد واحد مرسوم بالاحمر في المجال من واحد حتى لثلاثة، هذا واش نقصدو بهذا. دونك نروحو نحسبو التكامل، نبدأ بالتكامل الاول اللي هو من اي من تكامل من صفر الى الواحد للدالة عفوا للدالة اف لاكس تفاضل اكس يساوي ماذا، اي تاء
تكامل من صفر لواحد اللي هي اكس مكعب، مكعب تفاضل اكس اي الدالة الاصلية تحت اكس مكعب هو واحد على اربعة اكس اس اربعة، لان نذكركم انه لما اف اكس تساوي اكس اس ان اي الدالة الاصلية تحت تساوي واحد على ان زائد واحد اكس اس ان زائد واحد زائد سي. اذا ال هنا تولينا هكذا، هذه اكس اس صح هنا هكذا، ومن بعد عندنا واحد اللي هو البي والصفر. ها هو بالنسبة للصفر لأننا نحسب اف لي بي ناقص اف لي ا، يكون عندنا الصفر هنا مكان لها نحسبه، نحسبه اف لي بي، لان اف لي ا راح يخرج لنا الصفر. دونك تشوف عندك اف لي بي، اف لي بي اللي هي ماذا؟ هي لاحظ واحد على اربعة اي واحد اس اربعة ناقص اف لي ا، اف لي ا واحد على اربعة صفر اس اربعة. اذا هذه راهي للصفر، دونك نحسبه غير هذه اللي تولينا واحد، يعني واحد على اربعة ها هي تساوي واحد على أربعة. بالنسبة للتكامل الثاني انتبه اللي هو من الواحد إلى الثلاثة لأف لإكس تفاضل إكس، واش عندنا هنا؟ عندنا الدال أي من الواحد إلى الثلاثة عندنا دالة هي إكس زائد واحد تفاضل إكس هكذا، ومنه يساوي أف لاحظ نديرو الدالة الأصلية، أنا تولينا إكس تولينا واحد على إكس عفوا نصف إكس مربع، والواحد يولينا إكس هكذا، هنا نديرو بي وهنا الأ، أي يساوي ماذا؟ يساوي إف لبي أي نصف ثلاثة مربع زائد ثلاثة ناقص إف لأ اللي هو نصف واحد أس اثنان زائد الواحد، ومنه يساوي ماذا؟ هذه هنا تولينا تسعة أي تولينا تسعة على اثنان زائد ثلاثة هكذا ناقص، وهذه هنا تولينا واحد نصف زائد الواحد هكذا، أي تساوي هنا تولي تسعة زائد ستة على اثنان يساوي دير خمسطاش على اثنان ناقص واحد زائد اثنان على اثنان أي ثلاثة على اثنان، ومنه يساوي ناقص ثلاثة تولينا اثناش على الاثنان يساوي ماذا؟ ستة. هذه هي النتائج تاعي، احتفظ بهذا النتيجتين. ماذا واش قالك؟ استنتج اف لإكس من الصفر إلى الثلاثة. لاحظ هنا عندنا الأولى من الصفر إلى الواحد، ثم من الواحد إلى الثلاثة، يعني من أ إلى بي، بعد من بي إلى سي. وحنا قالوا نستنتج من الـ A إلى C. شوف مليح معي، أي هذا السؤال الثاني، هاي التكامل من الصفر إلى الثلاثة لـ F لـ X D تفاضل X، وش يساوي؟ يساوي أي التكامل من الصفر إلى الواحد لـ F لـ X تفاضل اكس زائد التكامل من الواحد الى الثلاثة اف لاف لاكس تفاضل الاكس، يساوي لنا ماذا؟ مدى صبنا هذا يساوي واحد على اربعة، وهذا صبناه ستة اي زائد ستة، ومن واحد المقام واحد زائد اربعة وعشرين يولي خمسة وعشرين على اربعة. ها هي نتيجة تاعك. كمل الفيديو بهذا التمرين الاخير لورقم 28، قال لك في الشكل التالي لدينا المنحني سي اف الممثل لدالة اف مستمرة على المجال من صفر الى زائد لا نهاية، القطع المكافئ بي الذي معادلته هاوليك بي اللي راهو بالازرق ها هو معادلته اكس تساوي ناقص واحد على عشرة اكس مربع زائد اثنين اكس ناقص خمسة، عندنا المستقيم دلتا اللي هاوليك ثاني بالازرق الذي معادلته y تساوي نصف x زائد 2
قالك نعتبر المساحة A لمجموعة النقط M X Y بحيث X محصورة بين 4 و 12 و Y بين 0 و F X. السؤال الأول قالنا باستعمال الشكل بين أن F X محصورة بين لاحظ بين 1 إلى 2 يعني بين معادلة المستقيم دلتا و الدالة هذه 1 على 10 x مربع زائد 2 x ناقص 5. ثم ثانيا استنتج حصرا للمساحة. لاحظ باللي هنا تشوف الشكل، كي نشوفوا الشكل هنا لاحظ باللي سي اف اي المنحنى اللي بالاحمر راهو يقع وين؟ راهو يقع بين المستقيم دلتا وبين وفوق يعني تحت المستقيم دلتا يعني وفوق القطع المكاف بي. لاحظ اوليك بالاحمر راهو يقع بيناتهم يعني تحت دلتا وفوق بي. اذا هنا اذا اف لي اكس هو محصور يعني سي اف هو هو التمثيل البياني تاعها اللي هو بالاحمر سي اف يعني هذيك اف لي اكس يعني من التمثيل البياني الارب اللي راهي تحت دلتا للمعادلة تاعو هي نصف اكس زائد اثنان وفوق اكبر او يساوي بي القطع المكافئ للعبارة تاعو هي 1 على 10 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 5. يعني هذا الشيء هو هذا ها هو وهكذا نكون جاوبنا على السؤال الأول لأنه قالنا باستعمال الشكل بين باللي هذه تقابلا يعني الناس استعملنا الشكل. ثانيا طلبوا منا استنتاج حصر للمساحة أ. لاحظ المساحة هي ها هي اون اورانج ولا بمارون كلير ولا المهم كل واحد كيفاش راهو يشوف فيها. هاي المساحة لاحظ راهي بين الربعة واثناش أي كل تدريجة ربعة هنا ثمانية وهنا اثناش يعني الأ يساوي 4 والبي يساوي 12. هاك كيفاش تقرا يعني في المجال هذا بالضبط بين 4 و 12 لاحظ ان المنحنى سي اف وراه راهو يقع فوق محور الفواصل ولذا واش نكتب A يساوي اي تكامل من ماذا من 4 الى 12 اف لإكس دي تفاضل اكس هكذا كيفاش نكتب. وبما ان اف دي اكس اي محصوره بين هذا المعادله اي نصف اكس زائد 2 وبين 1 على 10 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 5 اذا كذلك عندنا هنايا هذه اي تكامل من 4 حتى للعشرة تاع الدالة اللي منا اللي هي 1 على 10 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 5 هكذا تفاضل اكس هنايا هكذا. ومن بعد عندنا تفاضل من 4 ل 10 ل اف ل اكس عفوا ما 4 ل 12 ماشي وين 6 ل 10 هذه 12 و اف لاكس تفاضل اكس اقل او يساوي اي تكامل من 4 ل 12 نصف اكس زائد الاثنان تفاضل اكس. الان من بعد واش نجي ندير هنا تخرج الداله الاصليه تاع 1 على 10 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 5 هذه دير الداله الاصليه تاعها هنايا. اذا واش نكتب هذه واش تولي 1 على 10 في 1 على 3 اكس اس 3 نورمال مو هكذا اكس اس 3 ومنه تولي لنا 1 على 30 اكس اس 3 1 على 30 اكس اس 3 زائد ماذا زائد
2 اكس، 2 في دال الاصليه تاع اكس اللي هي نصف اكس مربع، ومنه 2 مع 2 تروح تولي لنا زائد اكس مربع، ومن بعد ناقص 5 اكس. ها درنا الداله الاصليه، وهنا البي، ولا هنا ماذا عندنا؟ الاربعه الأ. ومن بعد عندنا هذه هكذا هكذا، ومن بعد هنا ديروا الداله الاصليه تاع نصف اكس زائد 2. نصف اكس زائد 2 اي هذه كيفاش نحسبوها؟ نحسبوها على الشكل التالي، اي نصف في الداله الاصليه تاع اكس اللي هي نصف اكس مربع، يعني تولينا ماذا؟ تولينا 1 على 4 اكس مربع زائد 2 اي تولينا زائد 2 اكس هكذا. ومن بعد ندير هنا 12 اللي هو البي، وهنا 4 اللي هي ال. تبعوا معايا، انا رايحين بالعقل خطوه بخطوه. ومنه هنايا هذه نحسبوا هذه لابارتي، اي اف لي بي ناقص اف لي ا تولينا تاع هذا الجهه، هنايا تولينا 1 على 30 اي 12 اس 3 زائد 12 اس اي 12 مربع ناقص 5 في 12 هكذا. ها هي ديروا لها هكذا هكذا ناقص اف لي ا ناقص ماذا؟ اف لي ا اي 1 على 30 4 اس 3 زائد 4 اس 2 ناقص 5 في 4 صار 5 في 4. هذه لابارتي. واش تعطينا هنايا بعد الحساب؟ هنا بعد ما حسبت صوت هذه لابارتي 792 على 30 بعد ما وحدت المقامات، ناقص هذه لابارتي سيبوها ناقص 184 على 30 كذلك بعد ما وحدنا المقامات. اذا وهنا اقل اف لي اكس هذه هي ال ا، واش طلبوا منا هنا؟ ا نديروا هنا ا في مكان هذه، يعني ا يكون هنا في مكان هذه، ها هي ا، ها هو ال ا اللي طلبوه مني هنا صح، اقل او يساوي. لو كنت جي نحسب هذه نحسبها وحدها، اي راح تكون عندي اف لي بي اي 1 على 4 12 مربع زائد 2 في 12 هكذا ناقص اف لي ا اللي هي 1 على 4 4 مربع زائد 2 في 4 هكذا. ومنه واش نصيبو؟ نصيبو بعد العمليات الحسابية هذه نصيبها 60 60، وهذه نصيبها ناقص 12 نصيبها 12، إذن ناقص 12. إذن في الأخير راح نصيبو، لاحظ آ هاي النتيجة، أقل أو يساوي 48، أكبر أكبر أو يساوي 900، أن زائد زائد 976 على 3. هذه هي النتيجة تاعنا. أظن أعزائي الطلبة نكتفي بهذا القدر في الفيديو هذا، إلى أن ألتقي بكم في الفيديو الثالث إن شاء الله من بقية درس التكامل. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.